إخوان، السلام عليكم. تبارك الله عليكم، شكرا لكم بزاف أخوتي الكرام على لي جيم. صراحة يالله اللي دخل عندنا جديد يعمل لينا واحد أبوني، شكرا لكم جزيل الشكر. شكرا لكم، كنبغيوكم من كل القلب. تحياتي لكم، تحياتي لجميع الإخوان اللي دخل عندنا هتسمعوا اليوم الحقيقة في الدقيقة ديال شميكيرة. شميكيرة اليوم شميكيرة، فهمتي؟ اليوم شميكيرة إن شاء الله. تبارك الله عليكم أخوتي الكرام. صراحة ديال الله مع أخوكم مول السلوقي، راكم عزاز وراكم غالين. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. ضربني اليوم بحال تقريبا البرد، ما كان هنا لك عارف. لا فهمتي، انا غير في الشونطي صراحه ديال الله، في الشونطي في الشانطي فهمتي، صراحه ولا لا في الشانطي. اسمحوا لي اخرج على الموضوع، انا ارجع لكم شي ميكير في الشانطي. وملي كتخرج في الليل هكا ولا كتكون مغطي وتخرج في الليل، كتخرج منك البرد، منك البرد لبرا. اش نقول لك الخوت، الله يدير الشتاء ويدير الخير، الله يقاسم بالله. صراحه ديال الله هذا هو اللي كاين. انا عند ادواء هادو مر الرجال، ولكن خاصنا الدعم، الدعم ما كاينش. نتمنوا من الله يدير شي تاول ديال الخير، الله يقاسم. مع هاد البرد هذا كنت كرفتو بزاف، اقسم بالله. لا انا كنت كرفت الصراحه ديال الله، والله كنت كرفت بالله. لا كنشوف الناس مع الخمسة ديال الصباح كيفيقوا في هاد الوقيته هادي، ولكن وكيباتوا في الشارع في الشونطي، يكون في الدار ولا هادي ماشي مشكل، فهمتي؟ في الشونطي تصور بلا ما نعاود لكم، فهمتي؟ الصراحة ديال الله والله الدار ماشي هي الشونطي. الدار مثلا فيها حشاكم مثلا، فهمتي؟ عزكم الله، فيها الطواليت، فيها الطواليت لداخل، ما كتشوف لا برد لا والو. من البيت تدخل للطواليت ماشي بحال هنا، هنا لا كتخرج منك البرد، برد ديريكت. المهم انا نولي الموضوع، وسمحوا لي بزاف صراحة ديال الله. المهم الاخوان، هاد اختي خديجة طورينو، خديجة تورينو، حنا ملي عرفناها وقبل ما نعرفوها وعاودوا لنا الناس، حنا قبل ما نعرفوا هاد خديجة تورينو وكيعرفوها الناس واعين شوية. هاد اختي خديجة تورينو كدير الخير بزاف، الخير مثلا من غير الفيديوهات ومن غير هادي ومن غير الخير. الخير شوفوا هاديك السيدة مزيانة، لا هي ولا راجلها لا عمرة دار، ما نكذبش عليكم. ولكن كاينين شي فهمتي، واحد الشميكيره ما بغاش تبعد من السيده هادي، ما بغاش تبعد من السيده. واحد الشميكيره كنقول لك الشميكيره، سمعيني، واش ميكيره تصنت ليا مزيان. انت اللي ما تقدريش ديري ولو قدك داكشي اللي دارت خديجه تورينو مع الناس، فهمتي؟ والخير ومع الناس وبزاف. تصوري غير في القنوات كتبقى تابع، كتبقى مثلا معاك في القناة انت كتفهم ها كيفاش مثلا دير تركب تصاوب اشارات، ها كيفاش كتوري للناس، كتخدم الناس قنوات اللي ما عندوش تخدم ليه، كتعاون الناس مثلا في هنا في المغرب مثلا. اش بغيت يا سيدي؟ اش بغيت؟ ها شنو بغيت يا سيدي من السيده؟ يلا دابا وانا لا كنهضر بشويه على الناس، عاد يكون كنت في شي بورت، في شي لي بارتمون مثلا، في شي بارتمون بوحدي مثلا، في شي بارتمون بوحدي وهادي، ونسد الشراجم بحال المكريات. تسمع مني الصوت جميل، كون شي بارتمون بوحدي ونسد الشراجم ما يسمع حتى واحد، تسمع مني واحد الصوت جميل وجميل جدا. علاش؟ حيت انا كنعمل سبور نونطريمو سبور، صوت الحمد لله، على العروق مسرحين ديال الصوت الحمد لله. علاش هنايا كنهضر بشويه؟ دابا انا عندي الصوت مجهد، الا هضرت بشويه ما كنفرش الهضره بزاف، خاصني نهضر بالجهد باش كنفرز ليك الكلمات. ولكن نحضر الناس هنا وهنا، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين، وباقيين يلاه بادين كنحشمو شويه، وهادي هادشي اللي كاين. خديجة تورينو كتعاون الناس، شحال من واحد انا مثلا شفتو مثلا عاوناتو، يلا
تصوري واحد القضيه، راجل ما كيبانش الصوت ديالو كتبغيها تسمعو والو، انسان طيب فهمتي. وخديجه كذلك انسان مزيانه، كتعاون مع الناس، داكشي اللي قدرت عليه كتعاون بيه. ولكن ملي تنوض هاد الشميكيره ولا شميكير يبدا داوي في هاد السيده هادي، واش انت عاد وصل هاد السيده هادي؟ يلا اعطيني يا سيدي دليل، اعطيني دليل، اعطيني مثلا دليل. نوض خرج دير مع الناس وهدر مع الناس في القنوات وعاون هذا في القناه ديالو وخدم الهدف، خدم لهاد القناه ديالو، ما عندوش خدم لهادي القناه ديالها ما عندهاش. يلا تعيط لك وحده، انا ما في حالي تخدم لي السوايع، خدم لي ابونيات، خدم لي هادي، خدم لي هادي، ما عنديش. يعيط لك لاخر توا واحد اخر توا يخدم لي هادي، خدم لي هادي في القناه، واحد يقول لك انا ما كنعرفش ندير الاشارات، واحد يقول لك انا ما كان هادي، واحد يقول لك ما كنعرفش مونطي، واحد يقول لك يلا. وساعد هاد الناس بحال المكانيه وسير معاهم على قد النيه ديالو. كاين اللي ما قاريش خاصك تمشي معاه من الدرجه الاخيره، يلا الدرجه الاخرى. تقدر تدير بحال المكانية، تقدر دير بحال خديجة تورينو، ما تقدرش تدير بحال خديجة تورينو ما تقدرش عليها اصلا. انت هذيك رجل واحد، هذيك خديجة تورينو رجل، فهمتي، رجل واحد، لا هي وراجل، راجل واحد، باش نكون معاك حقيقي. وعايشة عايشة في الغربة وعارفة بحق الرجال، قال لك بغيت ندير ساقي فوق كتافي ونعيه ونجول، فهمتي، ونجول ونعرف بحق الرجال. هي هذيك السيده، هذيك السيده شبعانه فلوس. دابا انت مثلا شميكيره ما عندكش انت دوك اللي مركبه من هنايا، دوك اللعيبه ديال الذهب، فهمتي، دوك الخواتم ديال الذهب، ما عندكش حتى واحد. احنا اللي يسهل عليك، احنا ماشي كنقولوا لك مثلا بغينا، احنا اللي يزيدك، الله يسهل على كل واحد، فهمتي. حنا ماشي زعما كنقولوا هذيك هي، لا ما كتبانش علينا مثلا ما زعما لها خديجه طورين كتبان علينا بهذاك الذهب وداكشي، لا هي عطات داكشي اللي عندها، عطات كتار من داكشي اللي عندها، عاونت الناس بزاف، عطات كتار من داكشي اللي عندها هي. اش بغيتي؟ هذيك مزيانه باينه من سميتو من الملاميح ومن الوجه ديالها، هذيك السيده مزيانه لا عمرها دار. علاش تي شميكيرة مثلا سيري محتوى، يلا عيطي عليا انا مثلا نمشي نقلب لك على محتوى في البلاصه. كاين فلوكات، كاين الطبخ، كاين فهمتي، روتيني يكون نقي صافي. علاش مثلا صاحبي تضربوا في عباد الله، صاحبي تضربوا في عباد الله، كاع ما توصلوا، كاع ما توصلوا، كاع عباد الله تضربوا فيه مثلا، كاع ما توصلوا، كاع تفي هاد الزغيبات هادو ديال العينين هادو ما توصلوهمش فيه. عتوصل يا صاحبي خديجه طوري، ما توصليش حتى واحد الصغيبه اللي دون العينين اللي كاينين هادو دايزين هنايا، ما توصليش انت يا بنت اللي كتهضري في خديجه طوري، ما توصليش حتى داكشي داك الخير ديالها. حتى نهار واحد ما تقدرش، نهار واحد ديال الخير ما تقدش عليه، وهي باقي زايده في الخير ديالها، وكتعاون من الناس، مع الناس صحاب القنوات، وكتعاون فينا، كتعاون في ماشي كتعاون بزاف ديال الناس في القنوات. حشومة صاحبي حشومة، حيدوا عليكم الهضرة ديال عبر الله، الله يرحم لكم الوالدين. الإنسان ما كنعرفوش هادي من بعد منه، هذيك السيدة حنا كنعرفوها مزيانة. راه قلت لك أنا كنت بوحدي في شي برد، ما عليا بلي ما تسمعي شي صوت. أنا ماشي عند نسبك ولا شي حاجة، أنا ما عند نسبك ما والو، ولكن عند تسمعي، ما عندي الحقيقة في الدقيقة والقاصح، كن معك واقعي. خديجة طورينو ما تقديش عليها، باش نكون معكم. هذيك مرأة صالحة، مرأة مغربية، فهمتي، محسوبة من الجالية المغربية، هذيك شرفت الجالية المغربية، كتبين ليك بلا هي لا في الجالية المغربية، كتبين ليك بلا الجالية هي لا كيما دارت المزيان. الجالية المغربية كاملين دابا معاها مثلا، هما كاملين داخلين عند القنوات دابا الجالية المغربية. يلا هي دابا دايرينها بحال رئيسة مثلا، فهمتي، رئيسة الجمعية، هي ما كاينه جمعية لا والو، دايرينها بحال سميتو كيعطيوها بحال ماشي بركة مثلا، وهي كتعطي مثلا الناس. واش كون كان شي واحد اخر مثلا غيخرج في اللايف بحال المكانية، يخرج في اللايف فهمتي، وتهدر تا مداخلة ويعطيك تا النمرة ديالك الفلان، ومن غيره بزاف وبزاف خوت،
الله يرحم الوالدين. شكرا لك بزاف الخوت على لي جيم وبارطاجيو معايا بزاف بزاف، بارطاجيو معايا عاونوني فهمتي، عتسمعوا الحقيقة الحقيقة في الدقيقة. يلا المهم الفرصة القادمة إن شاء الله، وسمحوا لينا على هاد التصوير وعلى هاد النقل وسميتو صراحة. يلا انتم فوقاش كتصور بلا انا نوريكم الحقيقة، انا ما عندي يعني حقيقة في الدقيقة انتم فوقاش كنصور انتم بولا كنحط صوت هاد اللعيبة هادي بحال المكرية، انا كنعس هنايا فهمتوني انا سهد عليا البولا فينايا، كنحط التليفون هنايا والبولا الفوق صوت هاد اللعيبة هادي يا صاحبي. ما عنديش فنان سميتو تصوير، ما تصوير ما كاينش غير صحة باش كنديرو هاد الفيديو. ديرو نوحل الجيم، شكرا لكم ولعاونكم.